لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن ان يوحنا الحبيب مر بثمان مراحل او اكثر على ما وصل ان يتمتع بهذه الرؤيا العجيبه. وهذه الرؤيا موجهه لكل واحد فينا، يعني حتى الواحد في عادته كده السرحان يبقى ما هي شغله ازاي يتقابل مع ربنا، وما هي شغله ايضا الرؤية مش بس مجيئه لكن خطة الله من جهة خلاص العالم كله وبالاخص الكنيسة الممتدة في كل العالم. النهاردة هناخد الجزء الاصحاح الاولاني. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بكل ما راه. طوبى للذي يقرا وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا: نعم لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. وده يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين. أول ملاحظة في المقدمة دي انه الاعلان مقدم لمين؟ بيقول لعبيده، ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب، ويكرر كلمه عن ايه؟ عن قريب. يقول لان الوقت قريب. جمال وعد ربنا لينا رغم ان العالم مليان بالضيقات، ولا يخلو انسان من ان تمر عليه ضيقه، لكن تفكيرنا في مجيء المسيح ولقائنا معاه وانتظارنا انه جاي عن قريب يخلي النفس متهللة في الداخل، يخلي النفس متهللة في الداخل. لكن مش تهليل العالم او الفرح الارضي، انما تهليل النفس المشتاقة اللي هي تقول له في اخر السفر: نعم تعال ايها الرب يسوع. يقول لأن الوقت قريب، وأيضا يقول لأنها الساعة الأخيرة. ده الكلام ده من كام سنة؟ من حوالي 2000 سنة. من حوالي 2000 سنة بيقول إنها الساعة الأخيرة. يبقى النهاردة نقول إيه؟ نقول إنها الدقيقة الأخيرة. ودي حاجة تفرح القلب، إن العالم ما يقعدش كتير. صحيح في اشتياق زي معلمنا بولس الرسول او غيره من التلاميذ امتى يجي الملك السماوي ونلتقي معاه على السحاب، لكن زي ما هنشوف في سفر الرؤيا في خطه الهيه موجوده
منظرها نقدر نقول مر، لكن وسط المرارة في حلاوة تنسي الإنسان هذا المر. في ضيق، وفي ضيق لغاية النسمة الأخيرة من حياة الإنسان. كل واحد يقول لك بس تعدي الحتة دي، طب بس نخلص المشكلة دي، طب بس ننتهي من الموضوع الفلاني. ما فيش كلمة بس خالص، هي أيام في داخلنا أحيانا تبقى مؤلمة، لكن في الداخل هو جاي جاي وجاي سريعا، يقول لأن الوقت قريب. في ناس كده بيحلموا ويقولوا يا ترى امتى يجي رب المجد يسوع، وفي ناس يترعبوا لما يسمعوا عن الموت. أتذكر إحدى السيدات أول ما اترسمت كاهن، وكانت ست كبيرة يعني قوي، تقول لي مش عارفة يا ترى لما حموت ويدخلوني في القبر ويسيبوني ويمشوا هتبقى حالتي ايه؟ شايلة هم ازاي بعد ما تموت ان الجسد يبقى في القبر وولادها واحفادها ومعارفها ويسيبوها وكل واحد يرجع. احبائي، المشكلة بتاعتنا ان احنا ماديين، لما بنتكلم عن الامور المادية ولا نتصور مقدار جمال الأمور الروحية والفرح اللي هيسكبه ربنا على كل نفس التقت معه. يقول يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا، يعني قبل ما يتكلم عن نفسه هو مين، زي ما هنشوف بعد كده في نفس الأصحاح، لما يقول أنا هو الأول والآخر، أنا هو الألف والياء إلى آخره، يبتدي بالحديث عن العروس. يقول إيه؟ يوحنا إلى السبع كنائس التي في آسيا، نعم لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة أرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. كان ممكن الواحد يقول لما يشوف رؤية خطة ربنا من ناحية البشرية كلها وخطة مجيئه، وإزاي في كل عصر بل في كل حقبة في حياة كل واحد فينا يمر فترة مرة، وبعدين أحيانا يمكن يقول إيه فين ربنا. قبل ما يقول فين ربنا، لو رفع عينيه كده هيلاقي إن وسط المر ده في حلاوة وفي عزوبة. أولاد الله، أذكر حتى كتبها أبونا متى المسكين الله يناح نفسه زمان، وحن يعني من سنين طويلة، فاتكلم عن الصليب بصورة حلوة. قال إيه؟ قال منظر الصليب أو منظر المسيح ليس فيه جمال فنشتهيه، فأشعياء 53، منظره مؤلم، ضيق وجلد وإهانات وموت وتريقة من كل واحد، والشيطان فرحان ومبسوط بيقول خطتي نجحت 100%. ولكن اللص اللي على اليمين بص كده، اخترق المنظر الخارجي ودخل المنظر الداخلي، شاف منظر الآب وهو يستقبل الصليب أو يستقبل المصلوب، وهو موضع سرور الآب أنه قدم نفسه ذبيحة عن العالم كله. فديماس اللص شاف الصليب القيامة فتهللت نفسه، نسي آلامه ونسي أتعابه ونسي تريقة الناس ونسي الأحكام سواء كان صادقة أو كاذبة اللي وقعت عليه على أي الأمور. لكن ما شغل قلبه، قال له أنا شايف منظر جميل. مالك يا ديماس؟ قال شايف وانت على الصليب منطلق لكي تحمل البشرية المقدسة وتدخل بها للفردوس، مش ممكن تاخدني معاك؟ نفسنا أحبائي في حياتنا على الأرض
سواء في بيوتنا أو في شغلنا أو في الكنيسة أو في زيارة من الزيارات أو في مناسبة من المناسبات، سواء المناسبات اللي نظنها أنها مفرحة أو المناسبات اللي نظن أنها محزنة، ما نراه هو المسيح القادم اللي حاطط خطة للبشرية كلها وحاطط خطة ليا أنا مخصوص سبيشال ليا. ودايما المفروض أسأله خطتك إيه يا رب؟ إيه اللي أنت عايزه مني؟ القديسة سينكليتيكا لما أصيبت وهي في سن 80 من عمرها، والإصابة يقول عنها الكاتب غالبا، طبعا كان القديس أثناسيوس تنيح، لكن الكاتب بعد كده كمل اللي كتبه أثناسيوس، يقول أنه كان منظرها صعب لدرجة الأحباء المريدين ليها اللي بتلمزوا على إيديها كانوا بيستأذنوا ما داروش يقفوا جنبها من ريحة الفساد اللي طالع أو النتانة أو الريحة الصعبة اللي طالع منها. ضربت بدت بالرئة من جوه وضيعت الجسم من الداخل، وبعدين عشان يكتم نفسها ضربت في اللسة أو في درس من دروسها، وبعدين اللسة بعدين بقها كله، فأصبحت عاجزة عن الكلام. وطبعا وقف الشيطان مبسوط يقول لك دي اللي علمت كتير، واللسان ده اللي كان طول النهار يتكلم عن المسيح أنا عرفت أأدبه. ولم يدرك الشيطان أن هذه الأم لما صمت لسانها انفتحت أعين الجميع لكي يروا البهاء الموجود فيها، فصارت درس جميل ولخلاص الكثيرين. كاتب سيرتها غالبا القديس أثناسيوس الرسولي يقول ما قدرتش أدخل إلى الجمال والبهاء الموجود في داخلها، لأن أي واحد يحاول يدخل يبقى زي الإنسان اللي بيفتح عينيه والشمس مشرقة فتتأذى عينيه. ده مين اللي بيتكلم؟ ده أثناسيوس البطل اللي بتعتبره حتى الكنيسة الكاثوليكية النهاردة، تلاقي على في الفاتيكان المذبح الرئيسي واقف على 4 أعمدة من ضمنهم مين؟ تمثال للقديس أثناسيوس الرسول. هذا الجبار يقول هذه الفتاة مش قادر أبص لأعماقها في الداخل لأن النور اللي بيشرق عليا بيعميل عيني. الكتابة دي لما كتبها أثناسيوس قال إيه؟ قال أنا كتبت ده مش علشان تتعرفوا عليها، ده موضوع بسيط، لكن كتبت ده عشان كل واحد سواء كان راهب أو راهبة، عذراء أو بتول أو كاهن أو أسقف أو واحد من الشعب، كل واحد يقتدي بيها، لأن إمكانيات ربنا مقدمة لكل واحد فينا. وده الحياة اللي بيخليني اليومين دول بحاول أسرع أن أنا أكتب سيرتها، لأنها بتملى كيان الإنسان بالرجاء العجيب. عاشت في ضيقة مرة وهي صغيرة في بيت باباها، وداءت الآلام الكثيرة، وختمت حياتها أيضا بآلام لا تحتمل، ومع هذا سيرتها كسبت نفوس كثيرة، وكان القديس أثناسيوس يحبها جدا لدرجة لما في إحدى المرات اللي اختفى فيها أو نفي فيها قعد سنة كاملة معاها عايش معاها، بس فاتحين الكتاب المقدس ويخدم عن طريق الكتابة لأنه كان عايزين يقتلوه. فعايز أقول النهاردة لما تقرأ سفر الرؤيا، لما تسمع عن الكنائس السبع، دول الكنائس اللي خدمهم مين؟ يوحنا الحبيب اللي هي في تركيا للأسف النهاردة ضاعت، لكن هو ما بيقصدش كنائس معينة، كل كنيسة تمثل فئة من فئات الشعب
أو الكهنة. عينات حلوة من بره وجوه من وحشة، وعينات العكس آلام من الخارج وأمجاد من الداخل. وكل واحد زي ما هناخد في الأصحاح الثاني والثالث، كل كنيسة تمثل مرحلة من مراحل حياتنا أو مجموعة من وسط الشعب، وتقدم يقدم المسيح إلى لك. بعد ما اتكلم إن الرسالة موجهة للكنائس اللي خدمها اللي ما عادتش تسمع صوته لأنه في المنفى، ولأنه مات في المنفى فما سمعتش صوته، فبعت لهم هذه الرسالة عشان يفرحهم حتى ولو عاجز إنه يوصل ليهم ويكلمهم. بيقول: من يسوع المسيح الشاهد الأمين. كلمة آمين اللي هم طبعا في الآمين وفي آمين تانية. في الآمين بمعنى سنسير وفيثفل ومخلص إلى آخره، وفي آمين يعني نعم فليكن، زي ما احنا نختم أي تسبحة أو أي بعض الصلوات ونقول آمين، يعني ليكن هذا يا رب. فمسيحنا أول حاجة اتقالت عنه هنا، أول صفة ليه، قال: ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. شاهد بإيه يا رب؟ قال: شاهد لحب الآب. اللي أنا بعمله أو اللي أنا عملته على الصليب، واللي عملته في القيامة، واللي عملته في الصعود، واللي هعمله عبر الأجيال كلها لغاية ما هآجي على السحاب، في كل هذا أنا الشاهد الأمين، بشهد لحب الله الفائق في وسط الضيق. أحبائي، الفترة اللي احنا عايشين فيها هنا، الأيام اللي فيها بنئن في داخلنا واللي فيها بنتعب، هنلاقيها فوق أيام مجد. الأيام اللي فيها تسلية وانبساط أرضي وأمور أرضية زائلة، هنلاقيها أيام ضايعة من عمرنا إن لم تكن مفسدة لحياتنا. فما تقلقش، قول له: يا رب أنت الشاهد الأمين، هل ممكن تديني روح الأمانة؟ ودي ما حدش هيعرفها أقرب من ليك، لا مراتك ولا جوزك ولا ابنك ولا إنسان في الوجود يقدر يعرف جواك هل أنت أمين أم غير أمين. في إنسان يمكن مش قادر يصلي. كنت بسمع هذا امبارح لحد جميلة، كان هي أبونا جورج بولس، من الحتة اللي عجبتني وهو بيقولها، بيقول إن لما بيكلم التلاميذ بعد كده بيقول لهم: أنتوا اللي صبرتوا معايا في تجاربي، كنتوا معايا لغاية الآخر. بعدين بيقول: نفسي أعرف مين اللي كان معاه، يا ترى اللي هربوا زي ماري مرقص، ولا بطرس اللي أنكر 3 مرات، ولا لما أخذ حتى أخصائه قوي قوي بطرس ويعقوب ويوحنا وقال لهم: استنوا بس 5 كده، وعلى بعد ما فيش شايفينه مش قادرين يحتملوا، ناموا. وجي صحاهم وناموا، صحاهم مرة تانية وناموا، بعدين قال لهم: خلاص يلا قوموا لأن الوقت أزف. ومع هذا يقول عن الناس دول إيه؟ انهم يقول لهم: انتم صبرتوا معايا في الضيق بتاعي. ربنا جميل 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 في حبه، لن ينسى كأس ماء بارد. ممكن تكون راجع البيت تعبان ومرهق ومش قادر تصلي وملكش نفس تصلي، وممكن تكون ساقط في خطية من الخطايا اللي ممكن تعتبرها بشعة، ومع هذا تقول له: ما هذا كله، أنا بحبك زي ما عمل بطرس. قال له: أتحبني يا سمعان ابن يونا؟ مكسوف يقول له: أنا بحبك. قال له: أنت تعلم يا رب أني أحبك. وتحب إيه أكثر من هؤلاء؟ إيه الجمال؟ هل يا ترى كل واحد فينا يمتلئ رجاء مهما كانت خطايانا؟ أكبر ضربة بيضربها إبليس للإنسان
الأول يسهل له طريقها. ما كل الناس بتغلط، ما أصلي أنا إنسان ضعيف، ما أنا ربنا خلقني عاطفي، ما أنا أي إيه عذر. وأول ما يقع يقول له أنت فيك ليك وش تكلم ربنا، وهتقف تقول له إيه؟ هتقف يعني اللص ده لما حب يرجع ما وقفش قال له يا رب أحب أعترف، عايز إيه يا ابني؟ يا ما قتلت، يا ما سرقت، يا ما نهبت، يا ما كذبت، يا ما قلت كلمات صعبة. ما كانش في وقت لحدوته دي. أول ما شافه قال له أول حاجة عايز أعيش معك، عايز أتقابل معك، عايز أتمتع بيك وأنت ملك. يا ربي مين فينا لديه هذه الجرأة؟ أنا بحس كتير الغالبية العظمى عملية إحباط. عدو الخير يقول له وجيت كمان تحضر القداس وتفتح الإنجيل وتلمسه وتقف ليك وش تكلم ربنا وحتقول له إيه؟ نسيت اللي عملته في كذا وكذا وكذا. هذه الأم اللي بحكي عنها قالت حتى الحقيقة ما كنتش أخذ لبالي منها. قالت من أخطر الخطايا هي إيه؟ الغضب. يعني في الغضب الإنسان بيقول غضب الإنسان أوحش من غضب الوحوش المفترسة وأوحش من غضب الكلاب. يقولك لو كلب غضب وهاج عليك يمكن لو رميت له لقمة كده يهدى، ولو أسد مرنته وطبطبت على رأسه مرة على مرة على مرة الغضب يثور وهكذا. لكن الإنسان لما يدخل فيه الغضب يعكر الأنين، ما يشوفش غير الحاجة السودة ويتهيأله كل الدنيا بايظة وما يقدرش يطلع غير الكلمة الناشفة. لكن في أوحش منها، هي بتقول في أخطر من الغضب. إيه أخطر من الغضب؟ قال تتذكر الخطايا القديمة وإنت طفل وإنت شاب أو شابة وإنت في موقف من المواقف فيحصل لك حالة إحباط. تقول أنا منساش وأنا في سن 15 سنة لما شفت الفيلم الوحش الفلاني، أنا منساش لما حصل صرت على واحد كذا. ليه بتتذكر حاجات؟ ما تتذكر حاجات حلوة. عشان كده يقول الشاهد الأمين، عشان هيجي في الآخر يقول لك كنت أمينا في الأقليل أقيمك على الكثير. البكر من الأموات، ودلوقتي بيتكلم عن مرحلة تنتهي بمجيء المسيح. قال عايز أكلمكم قبل ما أوصل للنهاية. إيه؟ قبل ما هبتدي عايز أقول لكم أنا جاي علشان أبقى البكر كلكم تبقوا ورايا تتمتعوا بالقيامة. إمتى يا رب؟ قال دلوقتي أقامنا معه. فلما بيقول البكر من الأموات حتى لو كنت ميت أقول له مين يقيمني غيرك؟ مين يفرح قلبي غيرك؟ مين يديني رجاء غيرك؟ مين يخليني لا أخاف من الخطية غيرك؟ مين اللي يديني أتحدى إبليس وكل قواته إلا أنت؟ رئيس ملوك الأرض، رئيس ملوك الأرض. يعني أحيانا الواحد إيه لو وقع في مشكلة مع رئيس دولة ولا مع ملك يبقى خلاص انتهى الرجاء. قال أنا الرئيس بتاعكم، كل قلوب الملوك والرؤساء في إيدي، متقلقوش. الذي أحبنا وقد غسلنا، كلمة غسلة مش مجرد غسل، غسل يعني فيها تجديد، فيها قاعد يغسل زي أي واحدة ست مثلا تلاقي في بقعة مش راضي تطلع، تعملها مرة وبعدين مرة وبعدين مرة وتدعك فيها مرة وتحط كلور مرة. المسيح كل شيء يحط الدم ويقول ما تخافش مش حسيبك غير لما تنضف، لما تبقى ملاك مقدس ليا. وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، ملوكا وكهنة لله أبيه. صحيح الواحد نفسه كده إيه يجي يوم القيامة مش هيقول له أنت كنت كاهن زمان تعالى أجيبك كاهن. لا، كهنوت في السماء بقى حاجة تانية. كهنوت في السماء تبقى لابس المسيح، الكهنوت في السماء تبقى حاطط اللؤلؤة بتاعتك أو التاج بتاعك مملوء من لآلئ الحب اللي أنت اقتنيته
سواء لله أو الناس. نفسي كل واحد كده يقول أنا كاهن الله. صحيح مش بنقول كاهن تمارس الأسرار الإلهية، أوكي دي للعمل الرعوي، لكن أنت كاهن الله تبسط إيديك كده تلاقي السماء بتقولك طلباتك إيه. أول ما تنطق تيجي تتكلم لك الطلب بتاعك إيه اتسمع، أنا لسه متكلمتش. موسى واقف كده وبسط يديه كعادته على شكل صليب وهيبتدي يصرخ، فلقي ربنا بقى بيقول له موسى مالك يا رب في ايه خير؟ انا غلطت في حاجه؟ قال له لا صراخك وصل. قال له صراخ ايه؟ قال له الصراخ اللي جوه قلبك انا سمعته. الصراخ اللي جوه قلبك انا ايه؟ انا سمعته. برضه انا اصلا متاثر بقصه هذه الام، قالت حته جميله لأول مرة أسمعها، تقول إيه؟ تقول لما يشتد المرض جدا، ما هي مجربة بقى، لما اشتد المرض جدا لدرجة الواحد مش قادر يتكلم، فالمرض اللي أصيب بيه يبقى تسبحة مفرحة قلب ربنا، فقول ياها إيه جمال التسبحة اللي مطلعها فلان، أنا ما قلتش حاجة يا رب، لا قلت. أعماقك في الداخل قالت أشكرك يا رب من أجل هذا المرض، مش قادر تتكلم بلسانك لكن قلبك اتكلم. وتقول أحلى تسبحة تفرح قلب ربنا هي تسبحة الصمت، القلب من الداخل فرحان متهلل بربنا. هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. في عين تنظره تلاقي زي ما هنشوف بعد شوية كده إن إيه عيناه إيه كنار لهيب، إيه الرعب ده؟ مش قادر أبص لك، منظر ربنا مخيف. وفي واحد يبص له كده يلاقي عيناه وديعتان كالحمام، يجي واخد المسيح في حضنه يقول له ده أنا كنت مشتاق لك كل أيام غربتي. إيه الجمال ده؟ جاي تاخدني في حضنك وأنا أهدك في حضني. فستنظر كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. الناس اللي ما قبلوش الإيمان هيعيطوا، لكن فيه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. مش عارف تسبح الحروف بتاعت التسبحة من ألف ليه؟ يقولك أنا التسبحة بتاعتك، أنا الوعد بتاعك، أنا الإنجيل بتاعك، أنا السر الفرح بتاعك، أنا مش هينقصك شيء، أنا الألف والياء، أنا البداية والنهاية. يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. ربنا كائن موجود معايا، وكان لأنه ارتفع الصليب من أجلي في الماضي، وسيكون الذي يأتي لأن قاعد يوضب لي المكان الموجود فوق في السماء. أروح أشوف المكان اللي هو عامله سبيشيال فور مي. بعدين بدي أتكلم عن المسيح. طبعا الحديث عن المسيح ياخد وقت طويل، لكن هاخده كده باختصار علشان يعني نتمتع بالمسيح الحلو. بيقول إيه عن المسيح؟ فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، الآية 12، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، مالك؟ لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا
وها أنا حي إلى أبد الآبدين إلى آخر. لو أخذنا كده بسرعة السمات اللي شافها المسيح أو اللي شافها يوحنا في المسيح، يقول شافوا في وسط السبع المناير شبه ابن إنسان. كل واحد فينا يتمنى يبقى منارة، يتمنى يبقى منارة. كنايس المؤمنين حواليه تحولوا إلى منائر، كلمة سبعة عن الرقم كمال، فأصبحت الكنيسة كده إيه، بتزهي من النور الجميل، بتزهي من النور الجميل. عشان كده معلمنا داود النبي يقول إيه، يقول له يا ربي بنورك نعين النور، مش حقدر أشوفك إلا لنورت عينيا، ومش حبقى منير إلا لما أتلزق بيك فأصير نورا للعالم زي ما أنت نور للعالم. يا ترى ممكن كل واحد وكل واحدة فينا يبقى نور العالم؟ وفي وسط السبع منائر شبه ابن إنسان، ما قالش إيه هو ابن الإنسان، لأنه أخذ الطبيعة إيه القيامة، ولأنه جاي يعلن بهاء مجده لولاده. شايفه شبه ابن إنسان فمش خايف منه، أنا صاحبي وهو كلمة الله المشرق بنوره علي. متسربلا بثوب إلى الرجلين. زمان كان في فئة، أهم فئة تلبس الثوب لغاية الرجلين مين؟ فئة المحامين وسمة الفلاسفة. ما كانش فيه يعني لما يطلع واحد يتخرج كان من جامعة أثينا زي مثلا قديس غريغوريوس النزيانزي أو باسيليوس، أول حاجة يطلبوها يقولوا له ممكن تبقى أنت المحامي العام، ما هو بقى ده بتاع فلسفة ويحب العدل وإنسان مخه واسع، ممكن أنت عشان تقعد تدافع عن المظلومين وتسند التعبانين وما تاخدش فلوس وانت بتدافع من المحتاجين. المسيح عامل كده، قال انا لبست ايه، انا لابس الثوب الى الرجلين، يقف قدام الاب وبعدين يقدم يا رب فلان ده ابنك، يبص كده ربنا يقول له ها ايه اخبارك، يلاقي فيه بر المسيح، اتنست خطاياه ونجاسات قلبه وضعفاته وشره، بقي مملوء بهاء، صار لنا ايه برا وفداء وقداسة. مش ممكن تتخيل وانت واقف قدام الآب والمسيح بيقدمك بدمه وبيقدمك كعضو في جسده البهاء اللي انت فيه؟ عشان كده الملائكة برضه هنا في سفر الرؤيا يقولوا له ايه، يقولوا للمسيح ارسل منجلك، شوقتنا للعروس بتاعتك، شوقتنا ليوم مجيئك، الى متى ننتظر هذا اليوم؟ صحيح انها الساعة الاخيرة، لكن عايزين دلوقتي نشوف الجمال الطالع من الكنيسة بتاعتك قدام الاب حاملين بهاء المسيح. نفسنا يا جماعة سيريسلي كده لا نستهين بخطية من الخطايا مهما كانت صغيرة كبيرة، وما نديش لنفسنا عذر، احنا مش ضامنين امتى يجي المسيح، ممكن قبل ما نطلع من الكنيسة حدش ضامن، ممكن كده نفاجأ يجي يقول ايه انتوا كنتوا قاعدين بتقروا سفر الرؤيا، انا فرجكم بقى على اللي انتوا كنتوا بتقروا فيه. خليك دايما في بيتك في شغلك في أي مكان، في الماركت ستات تبقوا المسيح القائم من الأموات هيظهر، وأسلك كما يليق بروح المسيح الحي. فلابس ثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. المنطقة في صنفين من أنواع المناطق دي، أو في المنطقة اللي من الذهب، يمكن الناس اللي عاشوا في الصعيد زمان وشافوا الناس الأغنياء جدا
تلاقيه ليه لبس كده فضفض ويجيب حاجة زي حزام من فيه كتير حاجات ذهب ويربطها، علامة الثراء والغنى والمجد. وفي المنطقة اللي يتمنطق بها المسيح وهو بيغسل رجلين التلاميذ، منطقة من القماش دي للعبيد، يمنطق نفسه عشان يغسل رجلين الناس. فهنا في السماء ما فيش حد هيتغسل رجليه، لكن يتمنطق بإيه؟ منطقة من ذهب. إيه المنطقة اللي أنت بتعتز بيها اللي من الذهب؟ أنا المنطقة اللي من ذهب اللي حواليا من كل ناحية هي الكنيسة. هنبقى كده حوالين المسيح زي الكنيسة الجميلة اللي من الذهب. ومتمنطق عند ثدييه. اشمعنى يعني ثدييه؟ يعني طلع فوق كده فوق وعند ثدييه، عشان الكنيسة تشرب وتتمتع من ثدي العهد القديم وثدي العهد الجديد. دول الثديين بتوع المسيح، كلمة الله. أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج. بياض الشعر يشير في الكتاب المقدس للحكمة، فهو حكمة الله يعمل بحكمة إلهية. عيناه كلهيب نار، أي واحد من اللي بره يجي بص ما يقدرش يبص عليه. أما رأسه ورجلاه شبه النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. إيه حكاية الرجلين اللي من النحاس ومن النحاس النقي مش من الذهب ومحميتان في أتون؟ تخيل واحد ماشي في حتة فيها شوك وراح لابس إيه، جزمة مثلا ولا بوت كده، والبوت ده من النحاس وقوي، ويمشي على الشوك، ممكن شوكة تدخل في رجله. قال هتعيشوا في أمان، أنا البوت اللي يسند رجليكم. عجيب ربنا، عجيب في اتضاع. يعني يقبلنا إن احنا نكون إيه؟ إن احنا نكون المنائر المنيرة حواليه، يقبلنا إن هو نلبسه حتى في رجلينا شبه النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون، علشان لا تستطيع أشواك الخطية أو الحسك بتاع العالم يأذينا. وصوته كصوت مياه كثيرة. صوت المياه الكثيرة إيه؟ لما تيجي تقعد كده على البحر، ما بياخدش البحر أجازة ولا نص دقيقة، الأمواج شغالة ليل نهار. عشان كده النساك في مصر بالذات كانوا يرفضوا تماما انهم يسكنوا جنب البحار، قال لك عامله دوشه. بالنسبه للمسيح المياه الكثيره ده صوت الامم، اللي بيتكلم كان بالعربي واللي كان بيتكلم بالانجليزي واللي كان بيتكلم بالروسي، من جميع الامم يمثلون صوت تسبيح لا ينقطع. عشان كده يقول وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. من الكواكب دول هتكلم عنهم بعد كده؟ أساقفة الكنيسة. مفروض الأسقف يكون إيه؟ مثل الكوكب المنير، مثل الكوكب المنير. على رأي ذهبي الفم يقول لو الأسقف راح حمام عام الناس تنتقده، ولو قعد شوية في الشمس الناس تنتقده، لكن لأنهم يطلبوا أن يكون الأسقف ككوكب منير ليس فيه عيب. وسيف ماض ذو حديد يخرج من فمه. الكلمة ربنا تبقى طالعة من بقك سيف ذو حديد. بالحد الأولاني يشتغل في قلب السامعين فيرجعوا لربنا بالتوبة، وبالحد الثاني يشتغل في قلب المتكلم فيزداد اشتياقا لحياة البر في المسيح. فسيف الكنيسة أو سيف المسيح اللي طالع من فمه ذو حدين، يعمل في الخدام والمخدومين،
يعمل في الكهنة وفي الشعب، يعمل مع كل أحد. ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. حد شيء يقدر يبص كده يعني حملق في وش المسيح، لأن النور زي الشمس في إيه؟ في قوتها. فالإنسان اللي عايش في الظلمة ما حدش يقدر يشيل الظلمة دي غير مين؟ غير المسيح. يجي يقول له أنت الشمس تشرق في حياتي، فلا يكون للظلمة مكان فيا. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. مش قادر أتكلم، أقول له إيه؟ ومش فاهم إيه المنظر الجميل ده. فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. مالك؟ مالك يا يوحنا؟ قال له: بصراحة منظر مرعب. قال له: ده عشانك أنت، إذا كنت سقطت على الأرض كميت، سقطت عند رجليه كميت، قوم، ده أنا القيامة. أقيمك، بس أقيمك شخص جديد. أقيمك ما تعرفش الخطية، أقيمك تعرف من الشر، أقيمك بقلب متسع يحب البشرية كلها. ولي مفاتيح الهاوية والموت. أنا معايا مفاتيح الهاوية والموت، وقافل، محدش يقدر يدخلك. أفتح بس يدخل إبليس وجنوده وقواته، لكن أولاد الله ما يدخلوش. اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد. اللي شفته قبل كده واللي هو كائن دلوقتي تشوفه، واللي هحكي لك عنه اللي هيبقى لغاية ما أجي في النهاية. والسبع المنائر الذهبية، السبعة الكواكب، يا ملائكة السبع كنائس، والمنائر السبع التي رأيتها هي سبع كنائس. نقدر نختم كده الكلمة، نقول: يا ترى احنا فين من هذا الأصحاح؟ هل احنا احد هذه المنائر؟ هل احنا فرحانين بيه؟ هل احنا منتظرين جايته؟ بنقول له: امتى تيجي يا رب؟ في ضيق، في مرض، في ألم، في عجز، تخافوش. الله عجيب عجيب عجيب، لأنه بيستخدم حتى الضعفات بتاعتنا يحولها للخير، حتى العجز بتاعنا يحوله للخير. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويمتعنا بما رآه يوحنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.